مساكم الله بالخير والنور والسرور، ويا هلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. اليوم الثالث على التوالي متواصلين معاكم من قلعة الرمال وفعاليات دبي للرطب، اللي أمر به الشيخ حمدان محمد ربي حفظه ويطول بعمره. أطلق مركز حمدان محمد لإحياء التراث بهدف دعم وتعزيز قيمة النخلة التي تعتبر أحد أهم رموز الموروث الاجتماعي والثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع مختلف الفئات على زراعتها والاهتمام بها. وهنا لابد من توجيه الشكر إلى سعادة عبد الله حمدان بن دلموتش الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على الجهد الكبير المبذول في تنظيم دبي للرطب للمرة الأولى على مستوى إمارة دبي، واللي يتابع مع جميع الفئات التفاصيل، ومشكور لجهد الدايم في تسهيل عملية المشاركة لكل حاب يتواجد معنا في دبي للرطب. برنامج دبي للرطب مستمر معاكم إلين 3 أغسطس في تغطية هذا الحدث الوطني لأول مرة من نوعه على مستوى إمارة دبي من قلعة الرمال على طريق دبي العين، وفيه بتلاقون كل ما يخص هلب النخل والعديد من الأنشطة والأقسام، ومنها فقرات توعوية من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني تهدف إلى نشر السلامة والوقاية من حوادث الحريق في المزارع، وكذلك ورشات عمل خاصة بالتراث يقدمها معهد الشارقة للتراث يشكرون عليه. دبي للرطب يفتح أبوابه يوميا من 10 الضحى إلى 10 المساء. بالأمس قدم دبي للرطب 11 شوط تخصص فيها شوطين للمرة الأولى على مستوى الدولة، هما شوط نخلة البيت وشوط الجهات الحكومية، بالإضافة إلى أكبر عدج دبي وأكبر عدج عام وشوط الإخلاص دبي، وهي الأشواط التي قيمت في اليومين الماضيات. أما الأشواط فهي نخبة دبي، نخبة عام، وخلاص عام، وبومعان عام، وكاس الندر عام، وبومعان دبي، وهو الشوط الذي ستجري فيه منافسات اليوم بمجموع جوائز تقدر 224,000 درهم، يتوزعون على الشكل التالي: المركز الأول 50,000 درهم، والمركز الثاني 40,000 درهم، والمركز الثالث 30,000 درهم، والمركز الرابع 25,000 درهم، والمركز الخامس 20,000 درهم، والمركز السادس 15,000 درهم، والسابع كذلك 12,000 درهم، والمركز الثامن 10,000 درهم، والتاسع 7,000 درهم، والعاشر 5,000 درهم، والمركز 11 إلى المركز 15. الكل بيحصل فيهم إلى 2,000 درهم في كل مركز منهم. والبومعان واحد من أشهر أنواع الرطب والأصناف المشهورة عندنا، هي صفرة ويطلقون عليها بعد البيضة، واللي هي تقدرون تقولون عليها استدارية وتنضج في وسط الموسم، وتحتوي على قيمة غذائية كبيرة عالية بما يحتويه من الياف، وبسبب احتوائه من السكر الطبيعي مثل الجليكوز والسكروز والفريكوز. المشاركة بدبي للرطب سهلة جدا، ويمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمركز حمدان محمد لإحياء التراث والمشاركة في دبي للرطب، أو تنزيل تطبيق دبي للرطب. يمكن إرسال للرطب من دون شروط حضور راعي الرطب، يعني ما عليك إلا أنك ترسل المخرافة إلين قلعة الرمال وتقول هذا رطب فلان بن فلان وهذا رقم المشاركة. بداية معاكم نتابع هذا التغرير عن عملية تثبيت النخل مع أخونا سالم الشريف من منطقة حتى، وهو من أهل بالنخل أو هل النخل اللي لهم خبرة كبيرة وباع كبير في هذا المجال. موضوع التنبيت طال عمركم خبرونا شوابنا انه النخله اللي تكون عطشيه نباتها يكون اقل عن اللي تكون رويانه ماي. زين، مثل النغاله احنا هنا عندنا ما كان ماي وايد يعطوها 3-2 لين 4، ما يعطوها زياده. الحين الناس يعطوها 10 و8، ليش؟ لانه الماي زايد الحمد لله رب العالمين. وكل نخلة لها عدد معين، مش النخلة هذه 3 وهيك 3، لا. مثل الهلالي الحين جاينا لازم تعطاه أخضر ويابس مكس، وتخلاله عدد
يعني يقول 30 عطيل وفوق يعني من اليبيس ومن هذا وبيعقد ويمكن بعد شوية يقل عليه. لازم كل نخلة ولها عدد معين، مثل في شيء من النخل محتاج عطيل واحد بس يعقد، لكن في شيء محتاج يمكن 30 يا دوبك يعقد النخل. وبعدين الشيء من النبات يسوي لك يحت، ليش عطوا نبات زيادة من الحرورة استوى يموت العذق، يتم له شيء بسيط فيه ما يعقد زيادة، ليش؟ من لأنه حرقوا النبات. أو هالحين تنابت أنه اليوم باكر يسيل مطر، نفس الشيء يحترق، يحرقوا المطر. صندوق الفرجان مشروع تم إطلاقه بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولي عهد دبي الله يحفظه ويسلمه، وذلك ضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية والشؤون المواطنين التي رأسها سموه. من أهم أعمال صندوق الفرجان توفير الدعم والتمويل للمشاريع الاجتماعية التي يتم تقديمها من قبل المتطوعين والتي تشكل نقلة وحدث آخر إيجابي في إحياء دبي بهدف تعزيز جودة حياة المواطنين وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري. صندوق الفرجان يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تسخير كافة الإمكانيات لتعزيز مستوى رفاهية المواطن والعمل لخلق بيئة اجتماعية نموذجية في أحياء وفرجان دبي وتشجيع الكل مبادرات خلاقة لتحقيق رؤية سموه في أن تكون دبي أفضل مدينة للعيش والحياة في هذا العالم. نرحب بأخونا راشد عبد الله الهاجري مدير مشروع صندوق الفرجان ليحدثنا عن مشاركته صندوق الفرجان في دبي للرطب. مساك الله بالخير اخوي راشد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اولا حابين نعرف الفرجان متى انطلاقته وين وصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تاسس صندوق الفرجان توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بهدف دعم وتمويل المشاريع والمبادرات الاجتماعيه اللي راح تعزز من الحياه الاجتماعيه لمواطني إمارة دبي في أحياء مسكنية. والحمد لله أطلقنا صندوق الفرجان في شهر 11 من السنة الماضية بحضور الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، ومن إطلاقه إلى يومكم هذا ولله الحمد أطلقنا أكثر من 15 مشروع واستفاد أكثر من 260 ألف مستفيد، وتعاوننا مع ما يقارب 10 جهات من القطاع الحكومي ومن القطاع الخاص ولله الحمد. الحمد لله. إحنا أنتم مجهودكم من الشكل ملموس، سواء كان على عبر الهواتف برنامج الواتساب او لان نتابع مشاريعكم ما شاء الله في كل مكان في كل حي في كل فريج. الله يعطيكم العافيه. نعم. وين وصلتوا بالمشاريع الاخيره اليوم؟ والله الحمد لله نحن عدد المشاريع اللي اطلقناها منها مشاريع رياضيه، يعني عندنا بعض التدريبات لكره القدم في الحدائق العامه للاطفال، عندنا مخيم صيفي اطلقناه ومن يوم الجمعه انهيناه وختمناه، ورش عمل للاطفال تشغيل لهم في الفتره الصيفيه يتعلمون مهارات جديده وغيرها. نظمنا رحلات للمتقاعدين، سافرنا معهم سريلانكا والهند. فقدر الإمكان احنا من صندوق الفرجان نحاول نمس جميع الفئات المجتمع الإماراتي وفي جميع مناطق في إمارة دبي، ونحاول ننوع قدر الإمكان الفعاليات اللي نوفرها. صحيح. اليوم مشروع صندوق الفرجان مشارك في دبي للرطاب وداعم كذلك لنخلة البيت، وفي بعد أرصدت جوائز قيمة ما شاء الله، لو تخبرنا عن هذا الدعم. هي نعم، نحن في صندوق الفرجان طبعا لما شفنا دبي للرطب شفنا مسابقة تحفيز ودعم لهذا الرمز الوطني اللي هو النخلة. النخلة يعني أنا لو بصفها في كلمة واحدة بقول عنها الكرم. وين ما تزرعها بغض النظر عن الطقس القاسي بتشوفها ما شاء الله تنتج وتثمر، واللي عنده نخلة في البيت دائما تحصل شخص دائما يوزع الرطب بين أهله بين ربعه على الفرجاء الجيران عنده في الفريج، فدائما تشوف هذا النخلة عبارة عن رمز للترابط الأسري للمجتمع المتماسك وحسب الانتماء أو الهوية الإماراتية. فدعمنا لهذا المشروع نوع من الدعم والتحفيز للأفراد اللي اهتموا بهذه الشجرة وبزراعتها وبإنتاجيتها،
دائما يكون هناك بين الشركات الحكومية أو المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في تعاون متبادل بينهم. كيف تنظرون إلى صندوق فرجان تعاونه مع مركز حمدان لإحياء التراث؟ الحمد لله يعني احنا تقريبا ما يقارب 10 جهات تعاوننا معهم في مختلف الفعاليات، وشفنا في إقبالية وجاهزية من هذه الجهات انهم يدعمون ويمولون هذه النوع من المشاريع. فنحن فاتحين المجال للفرق التطوعية وحتى للأفراد انهم يقدمون أفكار مبتكرة، وشفنا في جهات تطوعية يعني عندهم الكفاءات العالية، عندهم الإمكانيات موجودة، فنحن استوينا حلقة الوصل ما بين الداعمين وما بين المنظمين. فشفنا في دبي للرطب لما تعاوننا مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، شفنا أن مشروع دبي للرطب الأول من نوعه في دبي وعنصر أساسي من هويتنا الإماراتية، فقلنا لازم ندعم هذه الطبيعة من المشاريع. هل كانت لكم مبادرة بينكم أنتوا عبر الهواتف الذكية من خلال مشاركتكم مع مركز حمدان محمد لإحياء التراث تواصلتوا مع الجمهور، بلغتوهم الفرجان فريج مدرسة نادي الشباب جميرة الراشدية، تواصلتوا معهم، بادرتوا، قدمتوا مبادرات في هالشيء؟ نحن في صندوق الفرجان عندنا طبعا منصات على السوشيال ميديا، وعندنا ايضا موقعنا الالكتروني، عندنا جميع الفعاليات اللي ندعمها ومن ضمنها دبي للرطب موجوده هناك على اساس اي حد ممكن يشوف يشارك من عنده. وطبعا مثل ما تدري نخله البيت مفتوح لجميع الافراد اللي عنده في البيت، لو نخله واحده يشارك فيها لو هي منتجه ومهتم فيها. فما شاء الله شفنا الاقبال كبير على المسابقه هذه، ونفتخر ان نشوف هذا الفئه موجوده عندنا في المجتمع الاماراتي. احنا دائما ننظر الى مركز حمدان محمد لإحياء التراث انه هو دائما يحافظ على الاستدامه، سواء كان في التراث، في الرياضه المحليه، في اليوم الزراعه، النخله خاصه بالذات. صندوق الفرجان كيف راح يدعمها على السنوات القادمه هذه الاستدامه؟ والله شوف نحن شفنا الهدف سامي من 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 البرنامج دبي للرطب وكمركز ككل، الحفاظ على الهوية الوطنية والموروث المجتمعي وغيره. فهذه كونها أول مشاركة لنا بين صندوق الفرجان ومركز حمدان محمد لإحياء التراث، نتمنى إن شاء الله نكون معان يعني ما بيننا في تعاون على المدى البعيد، سواء كان عن طريق مبادرات من المركز أو لدعم مبادرات من المقدمة من الأفراد في المجتمع. يعني بالذات لما نتكلم عن النخلة بالأخص، يعني الحين الحمد لله وصلنا لمرحلة من النعمة في الإمارات ولله الحمد يعني، ومن ثم للقيادة الرشيدة أن تصير أي سوق وبتحصل كل أنواع الفواكه والخضروات، وتصير أي مشتبة بتحصل جميع أنواع الأشجار. صحيح. بس لازم يعني لازم نتذكر أصولنا، وين شو تاريخنا وشو أجدادنا شو كانوا يأكلون، وحتى لدرجة أن كانوا يبنون بيوتهم من النخل. فدور المركز في الحفاظ على هذا التاريخ مهم جدا وتثنون عليه. كذلك احنا اليوم اول يوم شفنا مشاركة نخلة بيتي كان عدد هائل جدا، وكانت جائزة صندوق الفرجان الاولى هل نخلة البيت، لكن العدد فاق التوقعات. ما انا ما اقدر اصرح انا او انا بس بقول واذا بيسمحوا لي انه فاق 500 مشاركة الله. والناس وكانت تأتي المشاركات والتسجيل لحد آخر لحظة. كيف نفتح لهم المجال في السنوات القادمة؟ هذا راح يكون إن شاء الله من مركز حمدان لإحياء التراث، لكن اليوم الصندوق هل راح نشهد الجوائز راح ترتفع تزيد نزيد عدد المشاركات؟ لا إن شاء الله طبعا احنا يعني دامنا الإقبال كبير يعني تصبتوا في المسابقة الصحيحة، يعني فعلا في ناس عندهم المهارات المطلوبة، عندهم الإمكانية وعندهم الجاهزية أنهم يشاركون بإنتاجيتهم. فما شاء الله شيء يعني هذا الشيء يدل أن بس محتاجين تمكين تحفيز ودعم. فنحن كنا كصندوق الفرجان يعني نجاح هذا المعرض أو هذا البرنامج راح يدل على أن إن شاء الله في السنوات القادمة ممكن نشوف الأفضل والأحسن والأكبر والأوسع في المستقبل بحول الله. دائما صندوق الفرجان يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظ الله وأطال الله بعمره، وإحنا نتمنى منكم كذلك الاستمرارية في هذا الدعم البناء، سواء كان الشراكة مع مركز حمدان محمد لإحياء التراث أو المؤسسات الوطنية الأخرى إن شاء الله. إن شاء
شاء الله بإذن الله. إذا نشكر الأستاذ راشد عبد الله الهاجري مدير مشروع صندوق الفرجان، شكرا لك على الحضور الجميل. جزاك الله خير. الله يبارك. إذا أعزائنا المشاهدين نظهر هذا الفاصل وراجعكم إن شاء الله. بعد عودتنا من فاصل أعزائنا المشاهدين ناخذ وياكم نظرة في هذا المعرض بين الرطب ونتعرف على الأشياء وأمور جديدة، وخاصة المشاركين سواء كانت من شركات أو أفراد خاصة. اليوم دبي للرطب أتاح الفرصة للجميع للمشاركة حقيقة، وشفنا إبداعات حتى في نوعية المشاركة، وراح نتعرف كذلك وياكم هني في هذا المكان في ضيفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم. أبو غانم محمد غانم المنصوري نائب رئيس التنفيذي لشركة الفوعة. الله يحييك، يا مرحبا بكم في جناح الفوعة وهاي المشاركة الطيبة. لو تخبرنا عن نوع مشارككم في دبي للرطب. اليوم دبي للرطب انطلاقة مباركة في منطقة مبروكة تحيط بالمزارعين وهل النخل، فهي فرصة لشركة الفوعة حكم أنها تخدم أكثر من 27 ألف مزارع من السلع لين الفجيرة، ومن ضمن هالمزارعين مزارعين إمارة دبي، وعندهم منتجات مميزة، وحبينا أن نكون متواجدين في دبي للرطب في أول انطلاقاته، وهذا الشيء بيميزنا أو بيعرف المزارعين والمستهلكين عن منتجاتنا. شو تشوف دبي للرطب في النسخة الأولى؟ دبي للرطب في النسخة الأولى نسخة مميزة منذ الانطلاق، منذ دخولك هذه القاعة وأنت في معلومات تدلك على الأجنحة، تدلك على وين مسابقة الرطب، بالإضافة إلى أن هنالك حملة إعلامية مميزة سبقت دبي للرطب، تعرف المستهلكين وتعرف المشاركين في هذا الحدث المهم للمزارعين، فهناك تسلسل ومعلومات متوفرة وترحاب من القائمين على هذا الحدث. وشو رأيك بالإقبال على دبي للرطب من خلال الزوار اللي يزورونكم هنا؟ اليوم نحن في الطريق نشوف العالم متزاحمة على الدخول، هذه الصالة تعد بالناس يتجولون، كل اللي يهمه شيء في هذا الحدث. دبي للرطب اليوم وفرت معلومات كثيرة، أنا من يوم دخلت هذه الصالة لقيت الكتيبات عن المسابقات، التحكيم، شروطها، الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى معلومات أخرى تسهل على من يدخل على هذه الحدث. بنايف، أنا أشوف عندكم اليوم مجموعة، كل مجموعة تختلف عن الثانية، ولكن في بعض المجموعات لها قصة ولها يعني سرد نبغى نسمع من عندك أنت خاصة عن اللي اسمه الله باسم نسيته مدلوشة. اللي هي صحح بس بغانم على أساس يعني الله يسلم. طبعا هذه مدلوشة لها قصة مع الشيخ زايد طيب الله ثراه، واللي يا المصنع وأعطاهم المعلومات اللي يصنعوا بها، لأن المدلوشة في السابق كانت تسوى بالسمن، قال له لا، بزيت الزيتون حتى تكون تاخذ وقت اكثر، وبدل لان اللي بالسمن سريع النشفان، لكن بزيت الزيتون اليوم بنكهات بالزعفران وبالهيل وبالمكسرات، ولله الحمد عليها اقبال كبير ومميز، والحمد لله نجحت بكل المقاييس. الحمد لله. شو تتاملون مشارككم في دبي للرطب؟ دبي للرطب اولا إمارة دبي محبينها كثر، زوارها كثر، اليوم اللي شفنا الاحصائيات ان اللي زاروها في النصف سنه فوق المليون شيء يعني، فاليوم نحن الزوار اللي يزورون هذا الحدث نطلعهم على منتجاتنا، على منتجات المزارعين المواطنين اللي تتميز بجودتها وعلاماتها التجاريه المميزه،
حتى أن يكون هناك تبادل للخبرات وتبادل للمعرفة. فدبي للرطب حدث مهم وانطلاقة كبيرة ومميزة، فنحن حبينا شركة الفوعة جزء من مجموعة تغذية أن نكون جزء من هذا الحدث المهم والكبير. هل راح تكون لكم شراكة مع المشاركين هني يوم الأيام؟ راح نشوف أن المشاركين أنتوا تستقطبونهم، شركة الفوعة راح تستقطبهم تأخذ معاهم وتبتدي مشاريع جديدة معاهم؟ نحن اليوم كشركة الفوعة لنا روابط قوية مع المزارعين والمستهلكين والمصنعين، فنحن نقدم لهم خدمات جليلة من حيث المنتج، من حيث المعرفة الفنية، من حيث المعرفة للأسواق سواء كانت المحلية أو العالمية. فنحن نقول لمن يرغب في أي معلومة في هذا المجال، نحن شركة الفوعة تقدم لك كل المعلومات اللي ممكن تسهل عليه هذه المهمة. على طاري المدلوجة، أنا عارف إنها مدلوجة، لكن الأخت قالت لي شيء لها اسم ثاني مسمينها أنت، ولها اسم. نحن سميناها حلوى التمر. حلوى التمر. حلوى التمر، لأن ربعنا هلنا في عمان عندهم حلوى، وهل البحرين عنده حلوى، فنحن قلنا ننافسهم بحلوى التمر، فهي حلوى التمر بالاسم، ولكن هي تمر مع زيت زيتون ومكسرات ومنكهات سواء بالزعفران أو بالهيل. أنا أشوف دائما إن الحلوى هاي حلوى التمر عليها أخبار كثير. إقبال كبير وسهولة للاستهلاك وصحية. صحيح. اليوم الطلب العالمي عليها الحمد لله يتزايد ولذيذة، وبأشكال سواء كانت بنص كيلو أو بأحجام صغيرة وسهلة الأكل يعني سهل التذوق. لو تخبرنا كم صنف أنتم مشاركين فيه في المعرض، عفوا في دبي للرطب؟ اليوم الأصناف عندنا أصناف كثيرة، منها الخلاص والفرض واللولو والخنيزي والدباس وبومعان، وأصناف كثيرة يعني مميزة من منتجات الدار. فنحن مشاركين في دبي للرطب هذه الأصناف، ونذوق العالم بها ونعرفهم. اليوم الناس تبى تفهم شو فائدة التمر، شو أنواع التمر، فلله الحمد يعني هاي المعلومات كلها متوفرة في الجناح. ودبي للرطب هم قصرين موفرين كل الخدمات اللي تسهل على العارضين أن يوصلون المعلومة بالسهولة وبالقيمة العالية. هل كانت المشاركة من قبلكم مع دبي للرطب شفتوا فيها صعوبة أو شفتوا فيها تسهيل؟ بالعكس، نحن اليوم دبي للرطب سهل جدا، اللهم دخلنا نظمة عبر التليفون وخلصنا الأمور يمكن بجزء من العشر دقائق أو أقل من ذلك، فسهولة ويسر في التقديم أو في المشاركة. فهاي هو غريب على دبي، دبي اليوم كل الخدمات اللي فيها مميزة ويشار إليها بالبنان. وموفقين يا أبو غانم. الله يحفظك، ونشكر القائمين على هذا دبي للرطب الشكر الجزيل، ونتمنى لكل التوفيق والنجاح إن شاء الله. إن شاء الله. إذن محمد غانم المنصوري كان معنا نائب رئيس التنفيذي لشركة الفوعة. نستمر وياكم أعزائنا المشاهدين في دبي للرطب ونغطي بعض أنحاء من المعرض. أنا أشوف الزوار في إقبال، وما زال الإقبال يتوافدون علينا الشباب والعوائل، وكذلك هني نشوف ما شاء الله. خلونا راح أعرفكم على شيء جديد من نوعه عند مركز خليفة وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، مرحبا. الأخت سلام الكتبي. هي نعم. كيف حالك أختي سلام؟ خير الحمد لله، كيف الحال؟ اليوم لو تخبرينا عن نوع المشاركة اللي أنتم مشاركين. نحن أو شيء نعرض التكنيك أو الخبرة اللي عندنا في إكثار النخيل نسيجية، نطرحها حق الجمهور بحيث يستفيدون ويأخذون الفكرة أن كيف نحن ممكن نكاثر من نخلة واحدة ما يقارب 3-4000-5000 من الأم. أنتم مركز بحوث في الدولة؟ هي نعم، نحن وحدة دراسات النخيل تابعين لمركز خليفة. هذا المركز تأسس من عام 1989 بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد الله يرحمه. لو تخبرين عن المراحل اللي عندكم وكيف طريقة من الحيب لين تطلع شيارة. هي نعم، هني في أول مرحلة تقدر تشوف الحيبة موجودة في وسط غذائي يدعم نمو الحيب.
في هذه المرحله الحيبه تكون تاخذونه من قلب النخله. هي نعم هي نعم، هذه الحيبه اللي هو قلب النخله، او حتى ممكن ناخذ الفسايل اللي هن من الام ونقدر نكاثرها. في هذه المرحله الحيب يكون موجود داخل انكيوبيتر في حضانه في مكان مظلم. هذه المرحله تاخذ من 6 أشهر لين ما يقارب 2، يعتمد على نوع النخله ومدى استجابتها. المرحله اللي بعدها هني ممكن تقدر تشوفها اللي هو مرحله التبرعم. هني تقدر تشوف البراعم. هاي البراعم هي نعم، هذه البراعم من كل انبوبه ممكن حصل ما يقارب مال 3 إلى 4 براعم، ونكاثرها لين يوصل ما يقارب 5000 برعم من الصنف الواحد. وبعد هني المرحله الثالثه، المرحله اللي تتليها مرحله الاستطاله. هني الوسط الغذائي يدعم نمو الجزء الخضري اللي تقدر تشوفه من فوق. نعم. هذا الجزء الخضري. نعم. والمرحله الاخيره اللي هي تكون داخل المختبر، اللي هي يكون في وسط غذائي سائل يدعم نمو الجذور. نعم. بحيث الفسيله تكون جاهزه انها تطلع الجرين هاوس، تكون الجذور مكتمله، يكون الجزء الخضري جاهز. من بعدها نطلع الفسيله حق البيوت المحميه، وهني الفريق يكون متكفل بانه يدخلها برنامج اقلمه بحيث يقوي الجذور ويقوي السعفة، بحيث السعفة تكون لك شيء اسمه الواكس لير، اللي هو الطبقة اللزجة، بحيث انها تحمي انها تفقد الماء، بحيث انها تقدر تتحمل درجة حرارتها. ومن بعدها تكون النبات جاهز للبيع من بعد 2 حق المزارعين بالأعمار المختلفة. شوف طال عمرك، نحن منذ بداية المختبر إلى الآن عندنا ما يقارب أكثر عن 300 صنف تبارك الله. شيء منها النوادر، شيء منها نحميها من الاندثار، فمختبرنا يحافظ على 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 الأنواع اللي ممكن تندثر من اللي منهم الإكثار العادي، اللي هو تنتظر لين النخلة تعطيك عيالها أو الكواريب. فهذه التكنيك اللي كاثر لك من الحيب يحمي لك الصنف من الاندثار، ويكاثر لك عدد لا محدود اللي ما يقارب 5000. لو تقولي لي شو من الأصناف اللي أنتوا ركزتوا عليها للحفاظ عليها؟ أصناف للحفاظ عليها حالياً ما في شيء يجي على بالي. مساعدة خارجية، يردي واليواني، هي اللي من نخيل ليوة من دثرة. هي صحيح، هاي من عند هالليوة اليردي واليواني. هي نعم. شو وضعكم اليوم في دولة الإمارات؟ تمدون باقي الإمارات من النخيل هذه؟ نحن تبارك الله نبيع محلياً، وعندنا تصدير بعد دولي وإنترناشنال ما شاء الله، يعني حق اليمن، الصومال، الجزائر، المغرب، تبارك الله ماشي متوافقين. والشيء اللي ميزنا نحن بعد نسوي فحص الدي ان اي تيست اساسا نطلع الصنف النخيل، بحيث نتجنب مشاكل الخلط وغيرها، وبحيث ان نكون عندنا قاعده داتابيس بالدي ان اي مال الفصائل الموجوده. نعم. اليوم لو تخبرينا مشارككم في دبي للرطب، كيف تقيمينه وتشوفينه؟ والله مشاركه طيبه الحمد لله. الجمهور ما شاء الله عليهم، من يجيك على البوث أو شيء ينبهر بطريقة التكنيك هذه، اللي هم اللي يمكن أول مرة يشوفونها ويعرفون من الحيبة الوحدة ممكن ننتج لك ما يقارب 5000. مشاركة طيبة صراحة، يسلموا المنظمين على المهرجان بحيث أنه يدعمون النخلة ويعلمون الأجيال الجاية على الأمور التراثية. سلام الكتبي، مشكورة، شكرا جزيلا على المعلومات القيمة والمفيدة اللي أعطيتنا إياها، شكرا. تسلم، شكرا، ما قصرت. أنا قبل ما أطلع هذا الفاصل أبغي أزخ ريال هري، ريال معروف في السوشيال ميديا، معروف وهناي. الله يحيي طوي عمرك أبو سعيد، بشرني. الله يسلمك. العادة في البحر، لكن اليوم البحر والبر عندنا الحمد لله. اليوم عندنا دبي الرطب. والله دبي الحمد لله، اليوم هذا أول مهرجان في دبي. نعم. والحين نتشرف نزوركم هنا في المهرجان. هذا شرف لنا. نعم، جزاكم الله خير وجزاهم الله خير. شيوخنا اهتموا في النخيل، اهتموا في البوش، في الحلال، في كل شيء تراثي الحمد لله. شو تشوف دبي للرطب من خلال زيارتك اليوم للموقع هذا؟ والله انا تفاجأت بالرطبة حلوة دبي، يوم شفتها تفاجأت. نحن نسمع بها
لكن شفته بالطول هذا باللون هذا تفاجأت منها وسمع مسمى. نعم نعم. كتنظيم وكمشاركين شو رايك في بعد اليوم؟ التنظيم رقم واحد. الشيء اليوم يكون عليه سعادة عبد الله من دلموج. عبد الله من دلموج نعرفه في البرامج التراثية وماسك مركز حمدان بن زايد حمدان بن محمد لإحياء التراث واهتمام كبير يعني ومسك اهتم في النخالة هو دوم تراثي. نعم. جزاه الله خير ومبدع نظام ترتيب و... شو تقول لي اللي ما زار المعرض شو تقول له؟ والله يا مرحبا الساعة اللي ما يزار كان خسر ما زار المهرجان هذا. نعم احنا فرحانين اليوم شوفك كري ويانا في دبي للرطب. لك ابو سيف جزاك الله بالسلامه اخونا سعيد المطور. يبلغ بالخير بالخير ان شاء الله. اذا اعزائنا المشاهدين قبل الاعلان عن النتائج نذهب لهذا الفاصل وعوده من ثم الى مسرح التتويج وسماع النتائج والناموس للفائزين. في هذه اللحظات مشاهدينا على قناة سما دبي بنعلن إن شاء الله في ثالث يوم لدبي للرطب أسماء الفائزين في بومعان دبي. عندنا 15 فائز، الثلاثة الأوائل هم اللي بتكرمون على المنصة من سعادة عبد الله حمدان بن دلموش الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد إحياء التراث. بنعلن عن اللي جاي 15، صالحة مطر عبيد بن مرخان. المركز 14 أحمد عتيج علي الكتبي. 13 حميد سلطان جابر المطيوعي. 12 شيخة جمعة محمد الكعبي. 11 محمد مبارك سعيد مرخان. مركز العاشر موزة محمد الحميري. مركز التاسع حمد محمد مسفر المنصوري. مركز الثامن مريم جوعان حمد. مركز السابع سعيد محمد ضاحي بن عمير العميمي. المركز السادس راشد سيف المقعودي. المركز الخامس عبد الله الهايري. المركز الرابع عتيج سيف العميمي. الحين بنعلن عن الثلاث مراكز الاولى اللي بيتكرمون على المنصه هني. المركز الثالث راشد عتيج الكتبي. ناموس على حصول راشد عتيج الكتبي المركز الثالث في شوط بومعان دبي. ان شاء الله مشاركه طيبه، ان شاء الله مثل ما شفنا المشاركات هذه السنه طيبه، ان شاء الله السنه الجايه بنشوف ان شاء الله تحدي اكثر والعرب كلها بتهتم ان شاء الله في النخل وبنشوف منافسه اقوى. وفالهم التوفيق ان شاء الله. المركز الثاني، المركز الثاني وين بيصير تتوقعون يا جمهور؟ العوير ولا الهباب ولا نزوة؟ نحن نعرفهم أبو حمدان من الأسامي اللي موجودة. ولا نزوة؟ المركز الثاني غدير مطار غدير الكتبي. ما شاء الله. ناموس يا غدير مطر غدير الكتبي وحصوله على المركز الثاني في بومعان دبي. ان شاء الله مشاركات جايه وبنشوف ان شاء الله تنافسون وتحصلون على المراكز الاولى. المركز الاول وين توقعكم على المركز الاول؟
وين؟ هباب؟ الدشبه؟ وين بعد؟ المركز الاول راشد محمد بن عيود، ناموس حصولهم على المركز الاول في بمعان دبي. الناموس، الناموس مشاركه طيبه ما شاء الله على هذه المشاركه الطيبه، وهم ما شاء الله مجتهدين. هذه ناموس، ناموس انتاج نادي الشباب ولا وين؟ ولا حتى نادي الشباب؟ ما شاء الله ما شاء الله، هذه الفرحة الطيبة وفالكم الناموس، وبالتوفيق ان شاء الله للمشاركين كلهم. بعد سعادة عبد الله حمدان بن دلموش جزاه الله خير، حط اليوم مبادرة طيبة في رطب، هني تشوفونه على المسرح المخرج اذا بياخذ لقطة على الرطب اللي موجود فوق والصندوق اللي موجود، وحمدان جزاه الله خير حط رمقلم شو اسم هذه الرطبة اللي موجودة ولها جائزة، اللي بيجاوب الحين بعد شيء شور طيب وشيء زين، وحمدان الحين بيفتح الصندوق وبيشوف منو اللي جاوب صح. الجواب صعب، الجواب صعب، وبنشوف حد جاوب ولا لا. هذه مثل ما تشوفون على الشاشة فتح الصندوق ونطلع الاسم، وحمدان يشوف هاي اللي تشوفونه على طرف خلاص يعني جوابهم مو بصحيح، لين الحين بعد يطلع ابو حمدان جواب مو بصحيح. ما شاء الله. بعد في ابو حمدان سالناه قال اذا ما حد جاوب اليوم بتزيد قيمه الجائزه باكر بعد اكثر، بدال الالف بتكون الفين، واللي ما بيجاوب عليها باكر بعد بتوصل لنا 4000 لين نهايه يوم المهرجان. ما سجلتوا عاد؟ فاتك من الصبح هني. ما شاء الله، انا ما شفت شيء اجوبه هني. ابو حمدان حد جاوب صح؟ ما حد؟ هاي الاسامي كلها لين الحين ما حد جاوب. حمدان ما شاء الله عليه اذا جاب شيء يجيب شيء صعب، ما يجيب السهل. ما شاء الله يتريون كلهم اللي موجودين هني في دبي للرطب، واللي جاوبه وحطوا في الصندوق يتريون الإجابة اللي بتكون الحين. يا يعني نعلن خلي لين باكر وبتزيد الشارة، ولا بنعلن عن اسم الفايز. خلونا نشوف وياكم يا مشاهدينا وجمهورنا اللي موجود. ما شاء الله لين الحين ما حد. هذا الرطب للجمهور، ها راو الجمهور. هذا اذا مخرجنا بياخذ لقطه على الرطب اللي موجود هني، هذا الرطب هذه اللي عليها الجائزه. شو اسم هذه الرطبه؟ لين الحين نشوف الجواب مايا. ابو حمدان جزاه الله خير يطلع، وحمدان دائما اذا ياب شيء يجيب شيء صعب ما يجيب شيء سهل. وحمدان تتوقع ان حد بيجاوب عليه؟ توقع؟ هذا الريال ما خبرنا. وحمدان توقع حد يجاوب؟ نعم نعم اتوقع لازم حد يجاوب. انا ابوك عاد بعد ما بي حد يجاوب، مشكله هاي وايد مشكلة. لكن شوف انت كله غلط هاي شو؟ لين الحين ما حد جاوب. ما جاوب
مو بيجاوب اليوم بتزيد الشهر الباكر يوم 1000 درهم، باكر بتكون 2000. ساير السير هذيلك كلهن ما شاء الله. لين الحين بعد اللي الحين ما وصلنا الجواب، ما حد جاوب صح. سؤال صعب. نتريى وياكم مشاهدينا وجمهورنا، نشوف ما باقي الا اوراق بسيطه. وخلصنا ابو حمدان بعدنا، لين الحين تقريبا ما في جواب صحيح. بنشوف يمكن لين باشر، كان الجائزه تصير لين باشر. من صالحكم بزيد الجائزه. اوه جاوبوا، في جواب صحيح حصلناه. في كم من واحد جاوبوا؟ أوف. نشوف الجواب. نشوف الفايز. أبا هاي رمانة. رمان. الجواب رمانة. الحين بنشوف. لأنهم خبرني. لا انت ريال ما تعرف النخل. شو قاعد عرفت انها رمانة؟ انا ما اعرف انها رمانة. انا اول ما شفتها ما عرفت، اللي خبروني. شو قاعد انت تعرف؟ لا 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 لا، حد قال لك اليوم؟ انا عارف، انا مسامحنك. انا راعي النخل ما اعرف رمانة. شان انت لا. ها ريت ها ايه ما شاء الله. خلونا نشوف وياكم الحين منو الفايز. الفايز اعطيني الناموس. طاهر اللي عندي. طاهر الجواب رمانة. طاهر ما طاهر، انا مسجل عندي طاهر، اسم طاهر عندي، رقم تلفونه بدايته 3-6. نشوف اسم غيره. الناموس سعود الجابري رمانة. ناموس يا سعود الجابري على الجواب رمانة، وهذه كان جوابها رمانة. ناموس يا سعود مشكور. سعادة عبد الله حمدان بن دلموش الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على تشجيع الشباب الموجودين والمشاركين هنا، وان شاء الله نشوفكم باكر في خلاص عام ونرد على الاستديو مع اخونا يوسف الحاي. شكرا اخوي راشد الخاصوني، والف مبروك والناموس لجميع المشاركين والفائزين سواء كانت في المسابقه الاخيره وعرفوها اسمها الرمانه. عندنا اليوم شيخ محمد علي الوالي ضيفتنا دوم، زميلتي تحضر الاستديو وتسلم علي وسولف وياها وتاخذ تعطي وياي الله يحفظها. قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن. مع الاعلان عن نتائج وتوزيع الفائزين في الشوط ابو معان دبي، نكون قد وصلنا الى الختام الحلقه الثالثه من دبي الرطب، ونلقاكم يوم غد باذن الله. ونذكركم ان قلعه الرمال موجوده على طريق العين دبي، تفتح ابوابها كل يوم من الساعه 10 الضحى لين 10 المساء. ونذكركم كذلك ان باكر ان شاء الله انواع باكر باذن الله راح تكون منافسه في شوط الاخلاص عام ومجموع اي لجميع دوله الامارات. باكر الاخلاص عام لكل الامارات بالاضافه الى العديد من ورش العمل الخاصه بدبي للرطب، بيكون منها ورشه افلام من التراث الاماراتيه لمعهد الشارجه للتراث. نلقاكم ان شاء الله على خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.